من احلى النشاطات اللي ممكن نسويها لاطفالنا هي انه نخرجهم يلعبوا، لكن الاحلى من كده انه احنا نخرجهم يلعبوا ونلعب معاهم، مو بس ناخذهم هم يلعبوا احنا نجلس نتفرج عليهم، لا نلعب معاهم. عادة بنجي سوا، هو بفوت يلعب وانا بنطره برا. هالمرة كان شيء ثاني، جربت العب معه وكان شعور كثير حلو. ولهذا اللعب فوائد مرة كثير لينا وليهم، احنا كده بنحاول انه نوطد العلاقة بيننا وبين اطفالنا، نتقرب منهم، نلعب معاهم في نفس الوقت، وكمان ليها فوائد لينا احنا صحيا وجسديا. بجيبها بوصلها بتطمن انه هي بامان وبنترها تلعب وتخلص مع اصحابها. هذه المره توصلت انا جربت العب معها وكثير تسلينا وانبسطنا وطلعت فيي كثير تعبانه صرفت انرجي. انتوا عارفين انه ممكن الواحد يحرق حوالي 300 كالوري او سعره حراريه لما يلعب مع اطفاله، بس من ساعه واحده تلعب مع اطفالها نقدر نحرق 300 كالوري وهم طبعا مره حينبسطوا. هو كأنه متلفية لأنه كل مرة هو بيجي بينطر برا أنا بلعب مع الرفاق. كثير تسليت وكان أحلى يوم بكل حياتي. خلينا نحاول إنه إحنا نقلل من عادة التكنولوجيا والتلفزيون ونحاول نخليهم يلعبوا أكثر. أنتوا عارفين إنه في دراسة أثبتت إنه معدل الأطفال اللي بيلعبوا على التليفون حقهم بيقضوا حوالي 6 لـ7 ساعات على التليفون بمقابل نص ساعة لعب برا. خلينا نحاول إنه إحنا نكسر هذه العادة ونخليهم يلعبوا أكثر ويحركوا جسمهم أكثر. طبعاً هذه كلها لها فوائد كثيرة علينا إحنا كمان، نصير إحنا نشيطين، نبطل من عادة الكسل والتعب والجلسة في البيت، بالعكس يصير عندنا نشاط وحيوية وجسمنا بيتحرك وبنحرك عضلاتنا. وإذا كان الجو كويس كمان خلينا نخرج برا، لما الواحد يخرج برا ويلعب برا مع أطفاله كمان الفائدة أكبر، ومع أشعة الشمس يقدر يستفيد من الفيتامين دي. فيتامين دال هو اللي يساعد على تقوية العظام، يقلل من الارتفاع في ضغط الدم، من النوبات القلبية وكثير من هذه الأمور. فخلينا نحاول إنه إحنا نستفيد قد ما نقدر ونكون نشيطين قد ما نقدر، وطبعا خلينا نكسر كل العادات السلبية ونحاول نخلي النشاط عادة وأسلوب حياة.